اكيد. طيب هفتح معاك ملف بقى متعلق ببطوله الدوري. كيف ترى عوده بطوله الدوري؟ خاصه ان في النهارده كذا تصريحات كده، كذا تصريح في المواقع الرياضيه، سيناريوهات بعض المسؤولين في الاتحاد وضعوها للمرحله الجايه، منتصف مايو لو اتاخرنا ممكن على منتصف سته، لو الدوري انتهى على اوائل تسعه ما عندناش مشكله. قلنا قبل كده يا محمد احنا نقدر نرجع بكره. بس لازم يبقى عندنا التزام، خدت بالك؟ ان تيجي الصحه العالميه يقول لك مصر قدرت تستحوذ على هذا الفيروس بخساره مثلا نص في المية، النص في المية او الواحد في المية اللي هي شغاله في 2.5% اي حاجه دي على طول بيحصل فيها كنترول. الناس فهمت، الناس عرفت، تمام، فاهمني؟ بالنسبه لحاله اللعيبه وازاي عودتها وتحضيرها والكلام ده شيء فني يخص الناس المسؤولين عنه. انما انا عايز اقول حاجه ما اتكلمناش عنها قبل كده ونصحنا بيها. اللعيبه اكيد كلهم عندهم يا جنبهم حمامات سباحه يا عندهم حمامات سباحه. اقوى حاجه انك تخليك فت وعضلاتك دي تجري في الحديد حمام السباحه، اقوى من الجيم. حمام السباحه اقوى من الجيم؟ اه والله. اقول لك حاجه، المقاومه بتاعت الميه اقوى من الحديد مليون مره. تمام. يعني انت لو نزلت حمام السباحه نص كده وزقيت الميه برجلك كده، زي ما انا كنت عايز ارجع تاني، انا بقى لما حصلت الحادثه ما رجعتش الا كده، عضلاتي دي بقت بتعمل كده من حمامات السباحه مش من الجيم. ما كنتش اقدر اقعد على حديد وازق حديد، كان ظهري لسه. تمام. انما الميه، تزق الميه وعوم في الميه، اخد نفس واخد قوه ودراعات عامله كده. شوف ما شاء الله بتوع السباحه، علاج مائي. لا بتوع السباحه الالمان. الالمان هم اللي قالوا لي انت عشان ترجع ما تطلعش من حمام السباحه. انت النهارده لو قدامك حمام سباحه وعمت كل يوم نص ساعه كلاعب بقى عنده حاجه 20 سنه يعني 30 يعملها مثلا كم مره وفي ويعمل التمرين وبيهزر مع اولاده، اولاده في حضنه وكلور وسيفتي وكل حاجه، يحافظ على اللياقه يا كابتن شريف. يا خرابي، يديك يخرجك كأنك ما عادش يوم. ما عدتش يوم ما لعبتش. فدي برضو انا بنصح بيها عن تجربه. وفي ناس بتستقبل الحكايه دي. وفي نفس الشيء اعتقد انت لو عمت، العوم احسن حاجه، العوم علاج لكل حاجه. فدي خلينا نتكلم، انا كتير قوي ما جاش في بالي واحنا بنتكلم في الفتره اللي فاتت دي كلها عن هذه. انا كنت هسالك السؤال ده على فكره، اللعيبه بتعمل ايه الفتره الحاليه؟ في لعيبه عندها امكانيات في بيوتها وكمان ان عندها جيم برضو، وفي جهاز بيتابع وبعد وفي جهاز لا وطبعا مدينهم ارشادات يعملوا اي حاجه، او لو في منطقه هم في كومباوند ولا حاجه يقدروا يجروا في الكومباوند او يتمشوا. انت عندك علي معلول امبارح في الحوار الخاص مع الكابتن اسامه حسني قال لك حد نصحني ان اكون موجود في اوتيل في اسكندريه عشان في ملعب اقدر اجي اتمرن فيه واقدر انفذ البرامج التدريبيه اللي بيبعتها لي الجهاز الفني. وحمام سباحه جميل. وحمام سباحه اهم حاجه. يروح يتمرن وينزل ينط في حمام السباحه بالظبط ويعوم جسمك كله بيبني. فاعتقد ان حمام السباحه ده يعني عشان الجو قلب وبقى حر شويه ابتديت انا افكر ان تبقى سهله. وفي حمام سباحه دافيه كمان، مش قاعدين نخش في الدفع عشان ما يطلعش يجي برد ونخش انما دلوقتي الصبح بالظبط الدنيا بقت تسمح لك انك انت تقدر تعوم بالظبط. فده جزء مهم جدا، مهم جدا يا محمد لينا كلنا الحقيقه مش ليهم هما بس يعني. طب اذا عوده الدوري ما فيهاش مشكله والمواعيد والسيناريوهات ما فيهاش اي ازمه. طيب عندك جزئيه ثانيه، حقوق اللاعبين. وكان معايا خبر برضو على موقع، على بعض المواقع ده بيقولوا فيه ان لو في لعيب اشتكى نادي عشان ليه مستحقات او حاجه، فالاتحاد المصري لكره القدم بيقول ما فيش اي شكاوى في الملفات دي دلوقتي ومش هيتحكم لحد لو في مستحقات، لان لسه بنشوف الفيفا هيفكر ازاي في الامر ده ولازم يكون في نقاش ودي. هل تتوقع ممكن الفتره الحاليه يكون فيها ازمات؟ افتكر ولا شايف ان الناس بالعكس هتكون متجاوبه وعارفه ان الفتره الحاليه على الكل؟ لا، اللي هيطلع بره القاعده دي او هيتكلم ده الناس كلها بتنزل فلوس وبتتبرع بفلوس وبتتحدى بعض وكل حاجه. ما افتكرش هيجي لاعب من كل الشيء النموذجي هيبقى محرج احنا بنتفرج عليه ده ويقول لك انا ماليش دعوه، اللي باله عليه قضايا وحاجات كده وعايز دي قصه ثانيه عليه شيكات يا محمد واخد له فيلا ولا حاجه وبيقسط محتاج ال طب ما الشيكات كلها مؤجله هيروح يقول كده برضه بقول لكم ايه الكروت كلها مؤجله انا عليا شيكات ايه لا هو طبعا احنا بنمر بحاله بقول لك ربنا وحد الدنيا كلها في كل شيء يعني. فاعتقد الناس كلها عندها من الوعي والفكر ان هم يساهموا. كان مجدي عبد الغني ساهم مع طيب افتح معاك الموضوع ده يساهم انا الاسبوع كلم الوزير وقال له انا هساهم واعمل وكلام من ده ما اعرفش
الدور بقى المجتمعي. يعني انا اتكلمت في ده الاسبوع الماضي واتكلمت في فكره المباراه الافتراضيه، ويمكن الحمد لله الفتره الجايه هتتنفذ وان شاء الله باذن الله يكون في حلول عشان يتم تنفيذها على ارض الواقع، والنادي الاهلي يكون سباق في هذا الامر بالتاكيد في التعاون مع وزير الشباب والرياضه في هذا الملف تحديدا كدور مجتمعي النادي الاهلي يقدر يقوم به مع الوزاره في الفتره اللي جايه. لكن كمان انا اتكلمت في فكره الجمعيات اللي بتتلقى تدعيمات من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وابرزها جمعيه الجمعيه المصريه للاعبين المحترفين، وقامت بالدور والوزاره اعلنت ان في تبرع تم لانديه الدرجه الثانيه والثالثه. لا الجمعيه دي بتقوم بادوار ما حدش ياخد باله منها.